مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. حسب آخر المعطيات والأرقام، انتشر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى حد الآن في 162 بلدا، وتقول عدة تقارير إن تسارع وتيرة الإصابات والوفيات في عدد من الدول يعود إلى عدة أسباب كالاستهانة بالفيروس وعدم اتخاذ تدابير استباقية ووجود نسبة مهمة من الساكنة المسنة في عدد من الدول كإيطاليا، حيث 22% من الساكنة مسنة. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس القاتل على مستوى العالم 179,223 حالة، وقد تسبب هذا الفيروس في وفاة 7,067 شخصا حول العالم. وما تزال الصين أكثر الدول تضررا من الفيروس، فقد أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 3,213 شخصا، فيما ارتفعت عدد الإصابات بالفيروس إلى 80,880 حالة منذ بدء ظهور المرض في أواخر شهر ديسمبر الماضي. بعد الصين تأتي إيطاليا التي ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1,809 حالات وفاة. وحسب رئاسة هيئة الوقاية المدنية الإيطالية، فإن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 24,747 حالة، مشيرة إلى أن لومباردية بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا. أما إيران فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 14,991 حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 853 حالة. هذا وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 9,428 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 335 حالة وفاة حسب ما أعلنت وزارة الصحة، بينما تمثل 530 مريضا للشفاء. وتظل جهة مدريد من بين أكثر الجهات تضررا بانتشار الفيروس. أما في فرنسا فإن الوضع في البلاد جراء انتشار الفيروس مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة، حسب المديرية العامة لشؤون الصحة الفرنسية التي عبرت عن القلق المتزايد تجاه احتمال استنفاد قدرات المستشفيات في استقبال المرضى. وبحسب آخر الأرقام التي صدرت عن الوكالة الوطنية للصحة العامة مساء الأحد، فإن حصيلة وباء كوفيد 19 في فرنسا ارتفعت إلى 127 وفاة و5,423 إصابة. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد حتى الآن لقاح ولا دواء مضاد للوقاية من كوفيد 19 أو علاجه، ويجري حاليا تحري بعض اللقاحات المحتملة والأدوية الخاصة بعلاج هذا الوباء. ومع ذلك تضيف المنظمة، ينبغي أن يتلقى المصابون بكوفيد 19 الرعاية الصحية، إذ أن معظم المرضى المتعافين نجوا من المرض بفضل الرعاية الداعمة. شكرا على طيب المتابعة.